متابعينا متابعي تقصى العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم الآن باستعراض آخر ملخصات الحالة الجوية أو الطقس للفترة القادمة. توقعات باستمرار الأجواء الحارة، الأجواء الجافة، أيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على مناطق متفرقة محدودة في المملكة للأسبوع الثاني على التوالي، متوقع أن تستمر كذلك الحال خلال كما تحدثت قبل قليل نحو الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكن بشكل متفرق وعشوائي، ومتوقع أن تشتد في تأثيرها مع ساعة أو مع أيام الأسبوع القادم الجديد، بالتحديد صوب المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة مع استمرارها في القطاع الأوسط والقطاع الغربي من المملكة. تكون هذه طبعا الغيوم الرعدية التي ستسبب هذه الزخات الرعدية هي ما بين خفيفة إلى متوسط الشدة، تكون بعض هذه الزخات غزيرة صوب الأجزاء الغربية والقطاع الجنوبي الغربي من المملكة. توقعات أيضا تترافق بإثارة الغبار والأتربة مع نشاط هذه السحب الرعدية، وبالتالي حدوث تدن في مدى الرؤية الأفقية. نعود معكم الآن لاستعراض الحالة المتوقعة خلال ساعات مساء هذا اليوم. حالة الطقس في العاصمة الرياض، توقعات بأن تكون الفرصة ضعيفة لهطول الأمطار، وبالتالي أجواء نوعا ما مقبولة للإفطار بالخارج، لكن السمة الأبرز هي الأجواء الحارة مع ساعات مساء هذا اليوم. مع ساعات الليلة القادمة متأخرة متوقع أن تنخفض درجات الحارة بشكل كبير مقارنة مع ساعات مساء هذا اليوم، وأيضا الفرصة لا تزال متاحة لكنها ضعيفة لهطول بعض الأمطار المتفرقة في المنطقة المصطفى، وبالتالي منطقة الرياض، لكن السمة الأبرز هي الأجواء الغائمة جزئيا وفرص الأمطار الضعيفة، وبالتالي الأجواء نوعا ما مقبولة لقضاء السحور بالخارج خارج برفقة العائلة والأصدقاء. التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة كما تحدثنا استمرارية للأجواء الحارة، استمرارية تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة لكن بشكل متفرق وعشوائي، تكون تركيز هذه الأحوال غير المستقرة صوب الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، في حين متوقع زيادة واشتداد في حدة هذه الأحوال غير المستقرة، الأحوال الجوية غير المستقرة صوب الأسبوع القادم على القطاع الشرقي الجنوبي الشرقي من المملكة، أيضا بعض المناطق الوسطى، وذلك بعد مشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.